هلأ ما تعلمت تلون منيح أستاذ ريان؟ معقول معبي وشك وإيديك بالألوان؟ منيح اللي تذكرت جيب التابلت. آه ليش معقول تنسى تجيبه؟ روحك معلقة فيه. يلا فوت غسل يلا. يعني الرسم معك ما بنكر إنه حلو كتير، بس على التابلت حلو كتير كمان، وإذا بتعطيني بودينج رح حبك أكتر. ليكو 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 المحتال الصغير شو طالع منه عم بلف ويدور ويرشي أمه كمان، والله ما لك قليل ابنه. تعال هون لشوف، خلينا ننشف بالأول وبعدها روح اطلب من خالتك البودينج ماشي؟ يا روح قلب أمك. يلا روح خالته. عايدة؟ وينو؟ مين؟ وينو هذا الحقير؟ مين قصدك عرفان؟ والله ما في عنا، لو كان في عنا ما بينعز عنك. رح تقول عني مجنونة، ها؟ ايه انا عن جد جنيت، الغيرة خلتني جن حتى خلتني سرقة، انا مو هيك برأيك؟ لا مو هيك. عطاها خاتم المرحومة امه ولساتني لهلأ مثل الغبية لابسة خاتم الزواج تبعه. روقي روقي حتى دقها أصبعي مثل الحياة اللي عم تضيق على نفسي. حاولت وما قدرت خليه ينساها. شو بدي أعمل إذا روحوا فيا لهلأ؟ مع أنه بحب ريان أكتر من حاله رح لعندها. كنت مفكرة أنه بحبني عن جد، طلع عم يشفق علي. شفق علي لأنه بيعرف ما عندي حياة تانية وما فيني أعيش بدونه وبدون ريان. ما عندي بديل ولا حياة تانية عمران، ولا حتى بعرف مين بكون. يمكن عرفان ما بيعرفك، بس أنا بعرف منيح عايدة مين بتكون، وبعرف قديش حلوة. خليني خبرك عنها.